السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم لجينة العمري. إن شاء الله اليوم حشرح شابتر 4 من كيمستري 101، المحاضرات من 11 to 12. يلا بسم الله نبدأ. يقول الكيميكال رياكشنز، التفاعلات الكيميائية، generally follow، غالبا بتتبع one of a few simple patterns، يعني تتبع أحد هذه التفاعلات التالية، such as combination اللي هي إيش، تفاعل التكوين، والdecomposition اللي هو تفاعل التفكك، والsingle replacement اللي هو الإحلال البسيط، والdouble replacement اللي هو الإحلال المزدوج. يقول the combination reactions هي إيش، اللي هي تفاعلات التكوين، joining of two or more elements، يعني هي عبارة عن إيش، عبارة عن عنصرين أو أكثر، أو compound or compound زي إيش، زي الهيدروكسيد، النترات، producing عشان ينتج لنا a product اللي هي ناتج، of different composition يعني له تركيب مختلف. هنا شوفوا عندنا AB، عندنا عنصرين هنا يتحدوا ويكونوا لنا شيء واحد، يعني ناتج واحد. هنا الاكزامبلز، هنا الصوديوم مع الكلور يعطينا كلوريد الصوديوم، والام جي او مع ثاني اكسيد الكربون يعطينا ام جي سي او 3، وهنا الاتش 2 مع الاو 2 يعطينا اتش 2 او. الديكومبوزيشن رياكشنز اللي هي تفاعلات التفكك، يقولك produce two or more products يعني إنتاج اثنين أو أكثر من النواتج، from a single reactant يعني من متفاعل واحد بس، reverse of a combination reaction يعني هي تتعاكس مع ال combination reaction اللي هي تفاعل التكوين. AB هذا عندنا، ها شوفوا عندنا إيش، كم متفاعل عندنا، عندنا متفاعل واحد بس حيعطينا ناتجين. الإكزامبل هنا HGO حيعطينا HG والO لحالها يفكفكهم، وهنا الكالسيوم مع CO3 يعطينا CaO وCO2، وهنا هذا المركب الطويل يتفكك إلى مركبين أصغر. هنا السنجل ريبليسمنت رياكشنز يعني تفاعلات الإحلال البسيط، يقول لك one atom replace another in the compound يعني ذرة واحدة حتسوي replace، حتاخذ مكان ذرة ثانية في الكومباوند اللي هو في المركب، عشان ليش، عشان producing a new compound، عشان تعطينا مركب جديد. يعني شوفوا هنا عندنا A و B و C، ال A والله غارت من ال B وراحت ضاربت معاها، طردت ال B برا وهي أخذت مكانها، فصارت هنا A C مع ال B وال B لحالها. الإكزامبلز هنا الكبر مع النترات الفضة، الكبر حيروح يتضارب مع الفضة ويخرجها برا ويأخذ مكانها ويصير مع النترات يتحد. هنا الصوديوم مع الموية، الصوديوم حيتضارب مع الهيدروجين وحيطردوا مكانه وحيطلع لنا هذا الناتج، الهيدروجين لحال والصوديوم مع الهيدروكسيد. الدبل ريبليسمنت رياكشنز اللي هي تفاعلات الإحلال المزدوج، يقول لك two compounds يعني مركبين undergo يعني حيخضعوا للشينج في الإيش، في البارتنرز يعني في الشركاء، by exchanging atoms to produce two new compounds، by exchanging atoms يعني من تبادل الذرات عشان يعطينا new compounds، يعطينا مركبات جديدة. يعني هنا ال A وال B وال C D، احنا عشان ايش، عشان ما تلخبطوا مين يرتبط مع ذا، روحوا عند كل مركب، انتوا تعرفوا ان هنا دائما يكون موجب، هنا دائما يكون سالب، هنا موجب وهنا سالب صح، هنا ايون موجب ايون سالب،
حطوا الموجب اللي هنا اللي هو الـ A مع السالب اللي هنا، وحطوا حطوا السالب اللي هنا مع الموجب اللي هنا، فحيصير زي كده، حيصير ذول الاثنين، ذول الاثنين مع بعض وذول الاثنين لحالهم. بس نسوي لنا مركبات جديدة. هنا شوفوا الـ A ارتبطت مع الـ D، والبي والسي ارتبطت مع البي. هنا الاكزامبلز يقول لك HCl حترتبط مع ايش؟ مع هيدروكسيد الصوديوم، ما حيكون لنا ايش؟ كلوريد الصوديوم مع الماء. نروح هنا نسوي كذا، موجب سالب موجب سالب، ال H حتروح ال H الموجبة حتروح مع الهيدروكسيد السالب، والسي ال السالبة حتروح مع الصوديوم الموجب، حيكون هذا مع بعض وهذا لحالهم، طلعوا لنا ذي النواتج. وتحت نفس الشيء، ال بي بي مع النترات حتتفاعل مع ال NaCl، نحط موجب سالب موجب سالب، الموجب يروح مع السالب وال موجب اللي هنا يروح مع السالب اللي هنا، حيطلع لنا PbCl2 وNaNO3. هنا practice equation classification، يعني حنهي هذا السؤال، انتي تستنتجي ايش نوع التفاعل منه. بس هنا يقول لك HNO3 زائد KOH بوتاسيوم مع الهيدروكسيد، هنا نحط موجب سالب موجب سالب، ايش صار؟ الكي ارتبطت مع ال NO3، الكي اللي هنا ارتبطت مع ال NO3، والهيدروجين ارتبطت مع الهيدروكسيد، فالهيدروجين اللي هنا ارتبطت مع السالب، هذا ايش؟ هذا double replacement. هنا الألمنيوم حيتفاعل، الألمنيوم الحال المسكين حيتفاعل مع إيش؟ مع ال NiNO3، حياخذ الألمنيوم مكان ال Ni ويطردها برا، صار إيش؟ الألمنيوم ارتبط مع النترات وال Ni خرجت لحالها، فهذا إيش كنا نسميه؟ single replacement. هنا ال KCN مع ال HCl أعطتنا HCN H والCN، هذول الاثنين ارتبطوا مع بعض، خلينا نحط موجب سالب موجب سالب، ال H ارتبطت مع السالب حقها، يعني هذا على طول إيش؟ double replacement. هنا ال MgCO3 حترتبط مع الـ MgO، معلش الـ MgCO3 تفككت عندنا عنصر واحد في المتفاعلات، أعطانا قصدي عندنا مركب واحد معلش في المتفاعلات، أعطانا مركبين في النواتج، يعني هذا على طول إيش؟ decomposition اللي هو تفكك. نجي للأكسدة والاختزال، يقولك الأكسيديشن والريدكشن processes are responsible for many types of chemical change، يعني هذه الأكسدة والاختزال مسؤولة عن كثير من أنواع التفاعلات الكيميائية. الأكسيديشن اللي هي الأكسدة defined by one of the following: lose of electrons, gain of oxygen. انتو دائما يوم تشوفوا أكسدة على طول حطوا هذا كده، لازم يجي هذا الشيء في بالكم، اللي هنا أكسدة يعني فقد، يعني إيش؟ فقد الإلكترونات فزادت شحناته الموجبة، فاكتسب الشحنة الموجبة. إحنا نعرف أساسا دائما في الكيمياء إنه الفقد نحط له موجب والكسب نحط له سالب، والعامل مختزل، يعني الأكسدة يكون عامل مختزل حيكسب الأكسجين. ليش سميناه عامل مختزل الأكسدة؟ لأنه
ما في تفاعل أكسدة إلا مع اختزال. فعشان كذا الأكسدة يوم يحصل تفاعل الأكسدة حيساعد إنه يكون في اختزال في المعادلة نفسها، فعشان كذا سميناه عامل مختزل. هنا شوف الام جي هتصير ايون الام جي زائد 2 الكترون، يعني الام جي هنا فقدت الكترونين طيرتهم برا. وركزوا انه الالكترون فين؟ في النواتج. في هذا فين؟ في الاكسيديشن، يكون في النواتج. وهنا الريدكشن اللي هي ايش؟ تفاعلات الاختزال. يقول لك define by one of the following: gain of electrons، كسب للإلكترونات، gain of hydrogen، اختزال كسب، سالب عامل مؤكسد هو اللي حيساعد الأكسدة إنها تصير، فعشان كذا هيكسب هيدروجين. هنا Cl زائد Ne زائد 2 إلكترون هيعطينا 2 Cl. وركزوا انه الالكترونات في الايش؟ في الريدكشن تكون في المتفاعلات. يقولك cannot have oxidation without reduction، يعني مستحيل يكون عندك تفاعل أكسدة من دون تفاعل اختزال، لازم الاثنين يكونوا مع بعض، هما الاثنين اساسا مكملين لبعض. هنا الاكسيديشن اند ريدكشن ار كومبلمنتري بروسيس، يعني هما تفاعلات مكمله لبعض. الام جي هنا نشوف الام جي فقدت الكترونين، يعني فقدت الكترونين، فيعني حصل للام جي اكسده. فين مكان الإلكترونين؟ موجود في النواتج. وهنا الCl اللي هو الكلور اكتسب إلكترونين فصار عندي أيون الكلور. وركزوا هنا إيش الإلكترونين موجودين في المتفاعلات، هيعطيني هذا Mg زائد Cl2 يعطينا Mg زائد 2 زائد 2 Cl سالب. يقولك الأكسيدايزنج ايجنت اللي هي عامل الأكسدة اللي هو مين قلنا فوق؟ اللي هو الاختزال. وهنا اللي هي الريدوسنج ايجنت اللي هو عامل الاختزال اللي هو الأكسدة. هنا يقولك is reduced يعني ايش؟ يعني هو يختزل، وهو gain للإلكترونز زي ما قلنا فوق، وهو causes الأكسيديشن، هو يتسبب في حدوث الأكسدة. هنا عامل الاختزال اللي هو reducing agent is oxidized، يعني هو مؤكسد، هو ايش يصير فيه؟ lose electrons، وهو cause reduction، هو يتسبب في الاختزال. هنا يقول لك الفولتيك سيلز اللي هي خلية البطارية، هي electrochemical يعني electrochemical cell، خلية كهروكيميائية that convert stored، اللي ايش تسوي؟ تسوي تحويل لل stored chemical energy، تسوي تحويل للطاقة الكيميائية المخزنة لإيش؟ لطاقة electrical energy، طاقة كهربائية. شوفوا هذا تفاعلها، هنا طالعوا صار للزنك أكسدة. ليش؟ لأنه فقد 2 إلكترون. وهنا للكبر إيش صار؟ اكتسب 2 إلكترون. هنا يوم يكون عندك عنصر لحال ما فيه لوش أي شحنة فوقه على طول نعتبره صفر،
فهو صار له إيش؟ اكتسب الإلكترون. فهنا يقول لك الزنك صار له oxidized والكبر صار له reduced. هنا شوفوا هنا محطين لك ياها أنصاف التفاعل. الزنك كان هنا، شوفوا الإلكترون حقه فين؟ في المتفاعلة في النواتج. ليش؟ لأنه هو صار له الأكسيدايز. هنا هذه التفاعل اللي المعادلة اللي شرحناها فوق، وهنا شوفوا النص فين الإلكترون في المتفاعلات. وهنا الأكسيديشن ستيت يقول لك guideline for assigning oxidation numbers، يعني هذه تعليمات عشان تقدري تحددي عدد التأكسد للعناصر. يقول لك التعليم الأولى the oxidation number of any free and combined element is zero such as NaCl, Ag, H2 and O2. ايش يعني؟ يعني يوم يجيك في عندك المعادله وتلاقي الان ال حالها كذا مرميه وما عندها اي شحنه فوقها، هذه على طول تعتبري شحنتها صفر صفر، هذا كله صفر. تمام. التعليم الثاني يقول لك الاكسيديشن نمبر اوف ان اليمنت از ا سمبل مونو اتوميك ايون is the charge of the ion such as Na موجب واحد و Cl سالب واحد. يعني يوم تجيك المعادلة وتشوفي عندك المونو أتوميك ايون، يعني الايون الحالو الحالو كذا وفوقه زائد، هذا تعتبريه هو الشارج حقته، وهو في نفس الوقت عدد التأكسد حقه. يعني هنا الصوديوم عدد تأكسده موجب واحد، هنا الكلور عدد تأكسده سالب واحد. يقول لك هنا إنه الميتلز have oxidation number of موجب واحد، المجموعة الأولى هي ميتلز، يعني هي فلزات عندها الأكسيديشن number of موجب واحد، اللي هي زي الصوديوم زي ما قلنا الحين موجب واحد. ويقول لك أنه المجموعة الثانية A المتلز have oxidation number of موجب اثنين، اللي هي زي الكالسيوم. وهنا يقول لك أنه المجموعة الثالثة A المتلز have oxidation number of موجب ثلاثة، اللي هي زي الألمنيوم. يقول لك انتقل للتعليم الثالثة in the formula for any compound لأي مركب، الصيغة حقته حيكون جمع of the oxidation numbers of all elements. يعني الكومباوند أكيد إيش فيه له؟ أكيد فيه له أكيد عناصر. طب هذه العناصر مجموعها حيكون صفر، هنا شوفوا زيرو. ليش؟ لأنه شوف هنا ما في شحنة، احنا نشوف هنا في شحنة ما في شحنة، خلاص عدد تأكسد كل ذي العناصر يساوي زيرو. تمام. هنا ليش؟ لأنه هنا ما في شحنة، هنا صفر. هنا يقول لك في البولي أتوميك أيون، ركزوا هذه الأشياء لازم تركزوا، هنا شوفي compound بس، هنا poly atomic ion يعني أيونات متعددة. تمام. يقول لك the sum of oxidation number of the constituent elements is equal to the charge on the ion. إحنا هنا قلنا ما في شحنة فحطناها صفر، هنا حيكون عدد تأكسد عناصر العناصر اللي في الكومباوند اللي هو في المعلش اللي في البولي أتوميك أيون حيساوي الشحنة حقته. يعني مثلا هنا
سالب 2 حيساوي سالب 2. خلصت التعليمات؟ لا امزح، ما خلصت. هنا في الخامسة، التعليم الخامسة هي الأكسيديشن ستيت، لسه يقول لك الفلوراين اللي هو الاف has an oxidation number of سالب 1 in its compound. يعني يقول لك الفلوراين دائما يكون الأكسيديشن نمبر حقه سالب 1. وهنا يقول لك الهيدروجين has an oxidation number of 1 unless it is combined with metals. يعني الهيدروجين غالبا حيكون عدد تأكسده موجب 1 ما لم ارتبط مع الميتلز، لأنه إذا ارتبط مع الميتلز إيش حيصير عدد تأكسده؟ أكسيديشن نمبر حقه حيصير سالب 1. إكزامبل زي الليثيوم، هنا زي الليثيوم يوم ارتبط مع الهيدروجين، وزي الباريوم يوم ارتبط مع الهيدروجين. هنا يقول لك الأكسجين، التعليم السابعة يقول لك الأكسجين usually has the oxidation number سالب 2، يعني غالبا، مو دائما، غالبا. خلاص يقول لك الإكسبشن إن، هذه كلمة مهمة، بيروكسايد. اللي هو الإيش يكون عند الأكسجين number of سالب 1. زي هذه الاكزامبلز، وهذه الاكزامبلز يعني يفضل انكم تحفظوها. يقول لك الاساينينج اوكسيديشن نمبر، يعني عشان تحددي الاكسيديشن نمبر. يقول لك ان اتوم ان ات اليمنتال ستيت هاز ان اوكسيديشن نمبر اوف 0. هذا الكلام كله قلناه فوق، اللي هو يوم تشوفي في عندك في المعادله ذره زي كذا ما عندها أي شحنة، أنت حتحطي لها صفر، تعتبريها شحنتها صفر. هنا يقول لك المونو أتوميك أيون has an oxidation number equal to its charge. يعني إذا جاكي هذا العنصر حيكون عدد تأكسده، إذا جاكي معلش هذا الأيون حيكون عدد تأكسده موجب 1، إذا جاكي هذا الأيون حيكون عدد تأكسده موجب 2، إذا جاكي هذا الأيون حيكون عدد تأكسده سالب 1 وهذا سالب 2. يقول لك in a molecular compound، في المركبات الجزيئية الأتوم، الذرة usually انتبه مو دائما، usually has the same oxidation number it would have if it were a monoatomic ion. يعني مثلا يقول لك ان الصوديوم اذا كان في الكومباوند غالبا حياخذ نفس عدد التأكسد، حيكون عدد تأكسده في الكومباوند نفس الشيء غالبا، بس ممكن يتغير ما حد يعرف. المهم هنا يقول الهيدروجين is usually موجب 1، والاكسجين usually سالب 2، والهالوجينز اللي هي المجموعة 17 اللي هي فشل بري، نكتبها زي كذا، اللي هي الفلور الكلور والباريوم والبروميوم والأيود. وهنا الهيدروجين موجب 1، الكلور سالب 1، هيدروجين موجب 1، الأكسجين سالب 2، الهيدروجين موجب 1، الهيدروجين هنا موجب 1، والنيتروجين سالب 3، موجب 1، موجب 1. يقول لك الأكسيديشن نمبر، يقول الأساين الأكسيديشن نمبر to each element in the following compound. خلاص هذا إكسامبل، يباكي تحددي عدد تأكسد المركب اللي هنا اللي هو ذا. طب عشان نجيب عدد تأكسد المركب احنا لازم نحفظ هذا القانون، تمام؟ ايش يقول القانون؟
عدد التأكسد. خلاص في هذا شوف هنا نحط مثلا زي كذا عشان تتخيلوا هذا ال N اعتبروه وهذا ال O 3. هنا يقول لي عدد التأكسد. خلاص عدد التأكسد كم عدد تأكسد الصوديوم؟ موجب واحد، هذا شيء احنا حافظينه. عدد تأكسد الصوديوم موجب واحد، حنقول موجب واحد في عدد ذرات العنصر اللي هي كم عندي نيتروجينة هنا، شوفي ما عندي واحدة بس نحطها، نحط زائد، احنا نضربهم في الأقواس بعدين نحط زائد. عدد تأكسد الأكسجين كم؟ سالب اثنين. ضرب عدد ذرات عنصر الأكسجين ثلاثة حيساوي لي كم؟ حيساوي شحنة المركب الكلية، ندور فين شحنة المركب؟ صفر هنا فنحطه. طيب احنا نبى نوجد مين؟ نبى نوجد النيتروجين. احنا يعني الشيء اللي في النص احنا دائما نوجده، نوجد شحنته لان هو دائما يكون المجهول عندنا. تمام، نروح نحط هنا النيتروجين عشان نوجدها، نوجد عدد تأكسد النيتروجين. يلا نبدأ نفتح الأقواس. أول شيء خلينا نقولها بالإنجليزي زي كذا عشان سببت لي أزمة، معلش. زي كذا يلا نبدأ نفكفكها. ثلاثة في سالب اثنين حيكون نيتروجين زائد سالب ستة زائد واحد في واحد واحد يساوي صفر. يلا نشوف نيتروجين حيكون ناقص خمسة يساوي صفر. نيتروجين عدد تأكسده حيساوي خمسة، يعني هنا النيتروجين كم اكتشفنا؟ خمسة. طالعوا ال NA واحد زي ما قلنا، وال الأكسجين سالب اثنين زي ما قلنا، والنيتروجين زائد خمسة زي ما قلنا. نحل يلا هذه عشان توضح أكثر. يلا هنا HClO4، احنا قلنا انه دائما يوم يجيني عنصر فيه مركب فيه له ثلاثة عناصر لازم ناخد اللي في النص هو اللي عندنا يكون مجهول. يعني هنا نبدأ نقول عدد الذرات، عدد ذرات الهيدروجين واحد. كم عدد تأكسد الهيدروجين؟ موجب واحد. زائد كم عدد تأكسد الأكسجين؟ سالب اثنين. كم ذرة عندي؟ أربع ذرات، حيساوي كم شحنة العنصر؟ شحنة العنصر صفر، بنحط صفر هنا. نحط الCl في البداية، نحط جمع Cl زائد واحد في واحد واحد زائد سالب اثنين في أربعة سالب أربعة، معليش مو سالب أربعة، سالب ثمانية يساوي صفر. Cl زائد سالب سبعة حتساوي صفر، حنقولها للطرف الثاني Cl حتساوي سبعة. شوف هذا هنا عندنا ايش، ركزوا هنا عندنا شحنة. يلا ايش نسوي؟ حنحط عدد تأكسد الهيدروجين واحد، كم فيه ذرة هنا؟ فيه ذرة واحدة، زائد كم عدد تأكسد الأكسجين؟ سالب اثنين. كم ذرة فيه؟ فيه ثلاثة ذرات، حنساويها سالب واحد. حنحط السي عشانها مجهولة. تمام، يصير سي زائد واحد زائد ناقص ستة يساوي سالب واحد.
هيصير C زائد معلش ناقص 5 يساوي سالب 1. ننقل السالب 5 للطرف الثاني، C حتساوي 5 ننقلها للطرف الثاني تصير موجبة، ناقص 1 زائد 5 حيعطينا زائد 4. هذا عدد أكسيد الكربون. يوم يعطينا عنصرين زي كذا، ناخذ العنصر الأول ونجيبه. يقول الN، حط الN هي اللي مجهولة، عدد أكسيد الأكسجين سالب 2 في عدد ذرات الأكسجين 2 يساوي، هنا عندي الشحنة سالب سالب 1. النيتروجين زائد ناقص سالب 2 في 2 يعطينا سالب 4 يساوي سالب 1. ننقلها للطرف الثاني، النيتروجين حيساوي سالب 1 زائد 4 حيساوي موجب 3. هذه كمان نفس الشيء، هنجيب اللي في النص، نقول N زائد عدد أكسيد الهيدروجين 1، كم عدد الذرات 1، زائد عدد أكسيد الأكسجين سالب 2، كم عدد الذرات 3. نقفل القوس، ما في شحنة عندنا فحيساوي 0. حيكون N زائد 1 زائد ناقص 6 يساوي 0. الN حيصير ناقص 5 تساوي 0. الN حتساوي 5.